السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بشركة يا موبايل للرخام والجرانيت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تعرفوا كل ما هو جديد في الرخام والجرانيت المصري. النهارده يا جماعه هنكلمكم عن الفرق بين الرخام روزا نصر وبين احمر اسواني. يلا بينا نشوف. زي ما انتم شايفين معانا ده يا جماعه جرانيت احمر اسواني من مصنعنا، مصنع شركه يا موبايل للرخام والجرانيت. جرانيت مصر لونه احمر بيستخرج من مدينه اسوان، وهو من اصلب انواع الجرانيت في العالم، عشان كده ده تقدر حضرتك تستخدمه في التركيبات الداخليه والخارجيه والمطابخ والحمامات، وجميل جدا ان هو بيستحمل الصلابه الشديده والحراره العاليه، فده هيكون عملي جدا ومفيد جدا للتركيبات، وايضا بيتيح توفيره بوفره في اشكال الطاولات والتربيع والبلوكات وجميع المقاسات والابعاد، وايضا بيتميز بلمعه او بتركيه لازم يكون متابعينا عارفينها، ان جرانيت احمر اسواني بيكون ليه لمعه اوتوماتيك ولمعه نص اوتوماتيك. اللمعه الاوتوماتيك دوت زي ما حضراتكم شايفين معانا كده، بصوا معانا دي لمعه سوبر اوتوماتيك، مجرد ما بتعمل كده لمعه بتبان، مش محتاج اي حاجه، لمعه ظاهره جدا زي ما حضراتكم شايفين معانا. بصوا معايا، وفي منها اشكال الحرق، بصوا حضراتكم السمك معانا. ومن اهم المميزات ومسهل التنظيف، يتحمل حراره ورطوبه عاليه جدا وشديد تحمل الضغط والتلفيات. زي ما انتم شايفين معانا يا جماعه، النهارده بدأنا نتكلم عن روزا نصر. روزا نصر يا جماعه برضو هي جرانيت مصري. جميع الجرانيت المصري بيتميز بان هو صخور بركانيه شديده التحمل للصلابه والرطوبه والحراره المختلفه، ده طبعا برضو بيجعل ان الجرانيت دوت بيبقى عملي جدا في استخدامات المطابخ. لكن اللي بيميز روزا نصر عن جرانيت احمر اسواني، نقرب معايا كده على جرانيت روزا نصر، زي ما انتم شايفين معانا في اختلاف في درجات الالوان. تلاقي دوت معايا ده متوسط الدرجه، وده درجه داكنه من الروزا نصر، ودوت في البعض بيعد ان دوت من احد عيوب الخامه بتاعت الروزا نصر، ان مش الوانها واحده. إن انت لو حبيت حضرتك تشتري كميه مثلا او حاجه، هتضطر ان انت تشتري الكميه على بعض، عشان لو جيت حبيت تكمل باقي الكميه على فتره ثانيه هتلاقي وتواجه صعوبه ان انت تلاقي نفس الخامه بنفس الدرجه اللي انت كنت جايبها. تاني حاجة ممكن تكون بتفرق بين خامة روزا النصر عن الخامة أحمر أسواني، إن أحمر أسواني شديد الصلابة أو صلابته أعلى بكتير من روزا النصر، ده من الحاجات اللي بتميزهم عن بعض. وقرب معايا كده عن فرق الخامات من بعض، بص معايا، لأن ده الفص بتاعه أصغر من الفص بتاع أحمر أسواني، وعندنا في تيو ماربل بيبقى فيه فينيشات مختلفة ليه. بص معايا، ده فينيش حرق، والاتنين طبعا خامات شيك جدا وعملية مناسبة للاستخدامات الداخلية والخارجية. ده كان ببساطة الفرق بين جرانيت أحمر أسواني وبين جرانيت روزا النصر. تقدروا تتابعونا على اليوتيوب، تفعلوا زر الجرس، تعملوا سبسكرايب لمعرفة كل ما هو جديد في مجال الرخام والجرانيت مع شركة يوما مارب. شكرا.